قلت في الموصل بعد تحريرها يا نينوى يا قرة العيون يا زهرة البيبون يا جنة أحبها ذنون النون فدا لساحليك المال والبنون لا تحزني لا تغمض الجفون فنحن عائدون قال لي صديق قبان قلبك دادا دا هذا ما شعر الدكتور وليد الصراف مرحبا أهلا وسهلا دكتور ماذا تقول في الموصل؟ أقول في الموصل الموصل الجميلة الفاتنة التي يتنفس الجنبد والبيبون من مسامات جلدها الجميلة التي إذا رفع الفجر خمار الليل عن وجهها تكبر المآذن إعجابا أقول مكحولة والبدر من خطابها ألقى بفضته على أعتابها والفجر طوق جيدها بنظاره، النظار هو الذهب كما تعرف دكتور. والفجر طوق جيدها بنظاره وأرقه في مائها وترابها. وفد الربيع فأدخلته وأطلقت أنسامه وحمامه برحابها. سمحت له بزيارتين وبعدها تركته منتظرا على أبوابها. أحلى النساء خرير دجلة همسها وشذا ورود رباه من أطيابها ما زال ينسج وردها وغصونها متخفيا ويحوك خضر ثيابها وتمت بالقرب نسائم ليله لجديلها ورذاذه لرضابها سفرت ضحا تبدي رويدا حسنها حتى إذا جمحت مفاتن غابها نم الحمام عليها فانتبهت إلى وله فهمت بارتداء حجابها إن لفها ليل وغطى وجهها أبدى ملامحه أذان قبابها الطفل شاب وشاب كل لداته وبنوه وهي بعنفوان شبابها كم نمت تحت ظلالها وشربت من غدرانها وأكلت من أعنابها نقلت قلبي في الهوى كنسيمها وصمدت في اللأواء مثل هضابها أزهو بأني نقطة في كلمة في جملة في صفحة بكتابها جميل شوف أنت تستخدم البادي body في الإشارة نعم نعم من لغة الجسد لغة الجسد نعم نعم, نعم. اظن ان لك قصيده شوف خل الخرافه فيها وين نعم ربما اذا القيتها تتبين يعني الخرافه اين فيها وتعرف دكتور دائما العمل الادبي يسبق التنظيرات وليس العكس يعني لا ينظر لعمل ادبي ثم ياتي العمل الادبي لا العمل الادبي ياتي ثم تتبعه التنظيرات وتختلف فيه. والاصل تتبعه الفروع. والاصل تتبعه الفروع كما يقول الشاعر العربي القديم. فأنا عندي قصيدة عن الثور المجنح، هي قصيدة طويلة جدا جدا ولن أقرأها كلها لأنها ستأخذ وقت البرنامج. فساقرأ منها مثلا إني كدجلة لم يكذب على أحد ولم يسمي الحصى في جرفه دررا. ولم يقل راكب عن موجه غدرا ولم يجرب عليه شارب كدرا وانت يا قابعا في الظل مقتنعا بانه بعد عين قد غدا اثرا مجنحا لم يطر يوما وظل كما هو المقيم على اوهامه عسرا مسمرا في الطلول الدرس غادره من وقفوه وأنهى السأمر الثمرا سماك يا أيها الثور المجنح بالثور المجنح من لم يمعن النظرا يا نائما دق طبل للوغى وهوى على الرعية ما شادوا وما شعرا يا ميتا صاح إسرافيل ينشر من ماتوا فما قام من موت ولا نشرا تراك تاسع أهل الكهف أنت صحوا بين تغط وحيدا في طويل كرى حلس المتاحف من سوح الوقائع قد هجرت كي تسكن التمثال والصورا كم دمعة في المنافي سوف نذرفها تضعف من قبل للدمع الذي انهمر كم قطره من دم اخرى سننزفها لكي تحس بما يجري لنا وجرى لا سرت لا طرت هل حقا مسخت كما قال المحبون او قال العدا حجرا قم ان قومك قد مادت مدينتهم بهم وضاقت على راعي الشياه قرى ودينهم ذهبت فيهم مذاهبه بعد الهدى نحو شرع يقتل البشر ويومهم مسرح تابى ستارته تزاح الا على الامس الذي غبر فكل من غاب ممن قبره اندثر حيا بثاراته في يومهم حضر قم ان خصمك اورى الف معركه بين الاشقاء فيها وحده انتصر ابن المدينه وابن القريه اصطرعا والنازحون ولم ومن لم ينزح اشتجر والسرو شاتم نخلا والحمام وشى بالغصن والغصن ادنى للعد الثمر والعرق ينبض قيس باهلت اسدا وعامر بالخنا قد عيرت مضرا وانت ما زلت ماسورا والعرق ينبض قيس باهلت اسدا وعامر بالخنا قد عيرت مضرى والسيد اليوم والفارس اليوم والمدره اليوم من لص القوافل أو من أرهب الناس أو من منهم سخرا وأنت ما زلت مأسورا ولا أحد في الناس يدري متى أو أين قد أسرا حلفت بالناس لولا قال أشرفهم من يؤل حلفا بغير الله قد كفر بان سجنك وهم يعتريك فلا باب ليفتح او قيد لينكسر قم ان شاة سغت في البوق اوهمنا ثغاؤها الفخم ان الليث قد زارا لا ليس غيرك فازأر تنهدم جدر فمن زجاج اقاموا حولك الجدرا وزلزل الباب وامحق حوله حرسا فهم دمى واهدم الأسوار فهي فرى وحطم الحجر المخفيك في صنم نحاته مزق اللوحات والأطرى واخرج من المتحف المقصيك من حقب إلى الشوارع وابدأ ثورة الفقراء على العواصم كبرى في خرائطها وفي الضمير تناهى حجمها صغرا تلك التي ترسل الأيدي لتسرقنا هي التي توثق الأيدي لمن نحر واستجوب البحر عن غرق وعن درر واسأل عن السيل لمع البرق والمطر ومن يصرح في الطوفان من جبل آوى إليه عن الفلك الذي ابتكر وازجر غرابين حامى فوق مذبحه وهدهدا يرتشي كي يعلن الخبر وافتح لتفضح من غالوا ومن حفروا قبرا لطفل بليل حالك حفر وحاكم الليل ان اخفى جريمتهم وشاهد الزور نجما كان او قمرا وقل لمن سار إن الشمس مدركة ثأرا من الليل طال الليل أو قصرا جميل قم ثلاث مرات كررتها قم نعم نعم وحدة منهم قم إن شاة ثغت في البوق من الثغاء م -م. أو همنا ثغاؤها الفخم أن ليس قد زار قومي من النوم قومي من النوم من يا, يا حدباء حد غاسلة في دجلة بعد نوم وجهك التربة كان ابو الانبياء ادم عليه السلام اول من قال رثاء في نجله القتيل هابيل هكذا اوحى هذا الفعل له فانجز ديوان رساله من قابيل هو صاحب سبيكه خالصه يسك مدونات وفق عروض وصرف ويصرف منها ما لا ينصرف حتى كانه يرى كل المستحيلات عنده ممكنه له رخص خص بها ذاته في مخالفه قواعد اللغه واصولها المالوفه من وزن وقافيه واختيار الفاظ ذات رنين موسيقي وجمال فني هو لا يحسن الضرب على اي اله موسيقيه وليد الصراف من العراق لكنه يستمد من اسمه صيرفه خاصه به تؤهله لان يسمى امير شعراء جيله وان لم يتوج سمعك وانت اختصاص انف واذن وحنجره عن السمع، ماذا تسمع؟ هل يملي عليك احد هذا القول الذي تقوله ام تكتب ام تدون ام هناك رئي لك شيطان للشعر؟ لا يوجد شيطان للشعر. هذه من الاوهام التي اخرت الشعر العربي شيطانهم انثى وشيطان ذكر؟ لا اني وكل شاعر من البشر <applause> شيطانه انثى وشيطاني ذكر <applause> شيطانك حجر؟ <applause> يعني الشيطان قد يكون هو ان يتعب الشاعر يعني يعني ثور المجنح 55 طن اي هل هو هل اوحى اليك بكل هذا الذي جرى؟ اي نعم نعم اذا هو شيطانك ثور ربما ثور بس <applause> ثور مجنح ثور مجنح، طيب عن الصوت هل نعم. تسمع صوتا في يعني في الليل في اخر الليل في الهزيع الآخر اخر من الليل؟ لا 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 اسمع صوتا كيف تكتب اذا؟ التفاعل مع الواقع التفاعل عاده ما يستفز الشاعر، على الشاعر ان يبقى انسانا لكي يكتب يعني البعض منهم مثلا يكتب لأنه جائع الآن ويوهمنا أنه يتبنى قضية الجوع ومجرد أن يشبع يترك الشعر فإذا هي ليست قضية هي قضيته الشخصية أو هو يطمح إلى جاه ويوهمنا أنه يناصر المظلومين بمجرد أن يحصل على منصب يترك الشعر هؤلاء ليسوا شعراء الشاعر يبقى شاعرا حتى ولو كان افقر الناس ويبقى يحس نفسه انه اهم الناس طيب يبدو ان الشاعر قد سبق الطبيب فيك يعني هو الشاعر قبل الطبيب يعني انا منذ الابتدائيه اطمح ان اكون شاعرا ودائما الاشياء التي تراها النفس اول مره يكون عليها سلطان اكثر من مما يعني يتراءى لها بعد تقادم الاشياء هل الشعراء شم الانوف من الطراز الاولي نعم المفروض يكونون كذلك <applause> هل لك كشوف في الانف والله دكتور انا متاملاتي يعني من خلال مهنتي طبيبا فأمل. للانف والاذن والحنجره يعني ارى ان الفم دكتاتور والانف عادل لماذا الانف يعني لا يحق له ان ياخذ من الهواء المحيط اكثر من 500 سيسي، هذه يسمونها تايدل فوليوم بلغه الطب تايدل فوليوم، يعني انا مبرمج انني لا استطيع ان اخذ اكثر من 500 سيسي لان الانف عادل، لو كان الانف دكتاتورا لاخذ حصص الناس ولمات بعض الناس اختناقا، وبعض الناس لديهم تخمه في الهواء كما يحصل عند الطعام. الفم يعني صحيح ان المعده ايضا لا تتسع لاكثر من اقل يمكن من الف سي سي ولكن انت مخير ان تاكل ما شئت نوعا وكما ولهذا نرى هناك تخمه ونرى هناك جوع نرى يترتب على اساس ذلك نرى دولا كبرى ودولا صغرى وينشا جدل بينهما وهذا الجدل قد يصل الى حد السلاح والاقتتال ويسخر العلم لصالحه ويلقي ظلاله على الأدب والفن، ولكن عند التنفس نحن محكومون ألا نأخذ أكثر من حاجتنا وإلا كانت الدول الكبرى أخذت الهواء كله وتركتنا اختناقا كما تفعل الآن في آه. الطعام وفي غير الطعام. آه دكتور نعم. بالفور قال في وعده نحن شركاء في ميراث الإنسانيين واحد. بين قوي وضعيف بين راكب ومركوب وكانت هذه بذرة الاستشراق وانا درستها درست الاستشراق نعم. من الجانب الفني من الجانب نعم. جانب التصويري, التصويري نعم. نعم. وانت مصور ما شاء الله عنك يعني يعني هو الشاعر يرسم صورا بس بالكلمات ارسم لي صورة نادرة لم ينتبه إليها أحد حتى مثلا قول أن مراد مثلا مراد داغستاني قال لي مرة نجمان ياسين قال مراد علمنا كتابة القصة قبل أربعين عاما نعم ولديه كتاب عنه نعم, نعم. والله أنا كتبت تقريبا عن خمس صور لمراد مراد مصور استثنائي يعني لم أرى في حياتي لا مصورا عربيا ولا أجنبيا يبلغ مستوى فأنا كتبت يعني مرة مثلا لديه صورة ليتها تعرض يعني موجودة عن شخص يعني ظهره قوس يبلغ يتجاوز التسعين من العمر ويمشي قرب المتحف الحضاري معروفة نعم. معروفة نعم فقلت فيه إلى أين هل حان وقت السفر إلى حيث لا رجعة أو مفر إلى أين لم نبكي بعد ولم نحكي ولم نذكي نار الصبا فانتظر بظهرك قوس كأن الزمان يسدد منها سهام العبر كقوس الكمان طويت على الأمس كقوس الرباب طويت على الأمس كقوس الكمان طويت على الأمس والأرض تحت خطاك وتر وحولك صم وإن سمعوك وعمي وإن لم يخنهم مصر يبدو لي أنك تشعر بالكبر أنت أيضا كأنك هذا الذي صوره مراد تشعر ان الحناء القوسي الى نهايه الابديه. نعم. نعم هو فعلا يعني هو اي انسان لا يعيش لحظته وحدها، يعني اللحظه التي نعيشها الان لديها ارتباط بلحظات قديمه، بلحظات طفوله، لديها جذر والا كان اي ريح تقتلعها. هذه اللحظه ايضا مما ينغص الإنسان إذا فرح أنها ستنتهي أن هذا الظهر المستقيم سيتحول إلى ظهر مقوس والمسألة مجرد مسألة زمن يعني فبالتأكيد يعني أنا يسكنني هذا الإحساس دائما وهو ليس تشاؤما ولكنه واقع واقع حال أنت في الأربعين والله أجمل <applause> أي طور أنت؟ آه، الشاعر لا عمر له كما أن بيت الشعر لا عمر له المتنبي الآن يتمشى بيننا حيا بينما ينام شعراء معاصرون يعاصروننا ويتنفسون الهواء الذي تكلمنا عنه الآن في مقابر هذا بمنطق الشعر أنت إذا شاعر في جميع الأطوار أتمنى أن أكون كذلك ذكرت أطوار بهجت آه الله يرحمه نعم نعم انا ايضا تذكرتها عندما الشهيده الفلسطينيه شيرين عقلق عقلق أنا نعم وكتبت عنها مقطوعه يعني تحب اقراها يا ريت ايه أي نعم آه عن شيرين لا تريق الدموع يا اصدقاء انه عرسها ففيما البكاء من ربى القدس حيث بيت ابيها زفها الحاضرون حيث السماء والملايين قد شهدنا على العرس وطارت للغائب الانباء نسمه من ربى فلسطين هبت حار فيها الرواة والشعراء هل رايتم فيما رايتم نسيما تتقيه العواصف الهوجاء الغواني يغرهن الثناء وهي لو اطريت يغر الثناء ظبيه لم تضع على الثوب عطرا مثلما تفعل النساء الظباء بيد أن البيد استحالت رياضا حين مرت واخضلت الصحراء سئل المسك من هما أبواه قال كالطفل جرحها والدماء تلك شيرين كالفراشة تنسل وأطوار قبلها ووفاء أتحدى رجالكم أن يموتوا مثل ما عندنا تموت النساء هذا كأني سمعت شاعرا قد ضمنها دون أن يشير إليك دون أن نسميه نعم نعم وهو أستاذنا طبعا و يعني ملأني فرحا واعتزازا أن هذا الشاعر الكبير أعجبه هذا البيت وضمنه عندك تضمين والعذارى يغرهن الثناء نعم, نعم نعم انا ما عندي تضمين نعم من شوقي نعم أنت بارع في البائيات أكثر من الرائيات صح؟ إي نعم نعم لماذا؟ نعم. 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 والله هذه من الأسرار التي لا يعرفها الشاعر أعطيني <applause> بائية مثالاً نعم سأقرأ قصيدة عن العراق يعني بائية إذا اتسع الوقت لن أقرأها كلها يعني لضيق الوقت ربما أه غوت غزية غوت غزية كانت لبوة وغدت مثخافة النصل شاة للذي حلب عبيدها أصبحوا أسيادها وغدا من ليس يدري أبا أما لها وأبا والأوس والخزرج المعقود صلحهما بالأمس قد صالحا الأعداء واحتربا وما يزال دمي كالماء منهمرا من يومها هابيل حتى اليوم ما نظبا حتى تحاماني الاعراب حتى تحاماني الاهلون اجمعهم وافردوني كما لو ان بي جربا اشحت عن مجلس الاشراف في مضر ولم ابع في عكاظ الشعر والادب وما انتسبت الى قيس ولا اسد هل يعرف السيف الا طعنه نسبا وهل على السيف من عيب يعاب به عند التباهل الا ان يقال نبا فان تفاخر بالاحساب كاذبها حسبي شواهد من ماتوا شواهد لي ان قلت شيئا باني لم اقل كذبا ما بعت سري ولا سيفي لابرهه او قلت للنخل رب عندما اغتصبا ولم أكن حين سار الروم أو ركبوا ظلا لمن سار أو ظهرا لمن ركبا ولم أسر حين لاح النصر في أحد إثر الرومات ولم أسلب كمن سلب وعندما ارتدت الرايات ثبتني قلب كرايات يوم الفتح قد وجبا واصطغى الماء اعددت الطلول لكي ابني بها الفلك لا الالواح والخشب ورحت احرق ما اتممت من سفن وقلت ليس بناج من بها ركبا صرخت لا ترحلوا فالارض لا جبل فيها سيعصم من عن ارضه اغتربا كم جعت كم مت مطعونا بسهم اخي كم ابتسمت وقلبي يغتلي غضبا وكم كففت يدي عمن احل دمي وكم صفحت عن الذنب الذي ارتكب وكم تماسكت بنيانا وبي قلق لو حل في الكون بعض منه لانقلب ولا تلام الرياح الهوج لو عصفت ولا الخضم على شيء اذا اصطخب محلأ عن رضاب الغيد مشتملا شوك القتاد عيوني تجرح السحب عمري سراب ووجهي اربع درست ما زلت حتى عن المراه مختضبا ريح منكره العنوان ذاهله كل العواصف ماتت اثرها تعبا الف مضينا كسيف صارم ذرب ولم ازل رغمهن الصارم الذربا الف بجب ظلام ليس تقربه سيارة كنت اقضي الليل مرتقبا غدا ستدري سرات القوم اي فتى قد ضيعت اي نور غيمها حجبا غدا ستفتقد البدر الذي عرفت في ظلمة اطبقت او غاسق وقبا اليوم خمر دمي فليسكروا وغدا امر غدا يستعيد الثار من طلبا لأقلعن نجوما من مجرتها غيظا وأربك في أفلاكها الحقبا لأفق أن عيون الشمس لو نظرت شزرا وأطفئ في أحداقها اللهبا أنا العراق وحربي بعد ما بدأت رغم الضحايا ونفطي بعد ما التهبا وما تناسى فراتي كيف من ظمأ مات الشهيد فأزجى موجه اللجبا لأرفعن على الرعد المزمجر لا لأهدمن بها الأجبال والهضبا لا لا ولا لا ولا لا سوف أطلقها في وجه من ضاع أو من باع أو هرب أو زل أو ظل بعد الرشد وجهته أَوْلَانَ أو خان بعد العهد وانقلب أظل أنفخ في صوري وأصرخ لا بين المقابر حتى أبعث العربة تدري اتذكر هسه والله والعباس مال ابو شوقي الله يرحمه طالب الغرغلي هاي ليش ما تلحن؟ هذه غير موضوع يعني هذاك موضوع اخر دكتور بس حلمك ان لحلك القصيده هذا الوضع الان يعني المعاصر وضع العرب الان المعاصر بس على نفس الايقاع وليس اللي عن ذاك الزمن اي نعم نفس نعم. الايقاع نفس الايقاع نعم نعم نعم, نعم. 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 هذه بالتلفون حسب ما حكى لي الاستاذ عبد الرزاق أه أه. نعم إي إي. يقول بالتلفون انا ارد له الطالب والحنها نعم. زين انت كان حولك صوت يعني موسيقى ولا شيء ولا كيف دوت بداخلك هاي القصيده؟ والله لا اتذكر ساعة كتابتها يعني، لا اتذكر كيف كتبتها، وس... بمجرد ان اكتبها تتحول الى كيان اخر منفصل عني لا علاقة له بي، وتذهب وحدها. غزل في امراة تجاوزت الأربعين، خواتيم دواوينه، وما يزال يعد بالكثير. هو الأشول الذي يدون بيساره المعلقات. يسر الله له الشعر فصار يغترف باليمين قبل اليسار. في بواكير مراهقته الشعرية الأولى، قال عنه كبير النقاد علي جواد الطاهر: حين نقول عنه أنه موصلي، فلسنا نعني ذلك بالمعنى الضيق، بل بالمعنى الواسع الذي يخرج عن البيئة المحدودة بهموم عراقية عربية إلى الآفاق الكونية الفسيحة أنت حلمك أن تلحن لك قصيدة غزلية صح؟ لا دكتور أنا يعني لست شاعر أغنية ولا يعنيني أن أكون شاعر لحنت نشيد الحدباء نعم أنا يعني مثلا لحن لي ملحنون يعني لحن لي مفيد الناصح دكتور مفيد الناصح اللي لحن يا الجمالك سومري لفاضل عواد ولفؤاد سالم وبقيت على اليوتيوب يعني غناها بصوته على العود وبقيت مروات اللي ولم لم يعني يغنيها احد لانه بعيد الرجل فمقاييس الاعلام في عصرنا المرواتي دكتور عمار لحل اناشيد جامعات الموصل كلها يعني جامعه الموصل وجامعه نينوى وجامعه الحمدانيه انا كلماتي والحانه حتى بسم قالوا لنا يعني ماكو ما غيركم اه بس بالله عليك بالله <applause> عليك يا وليد الصراف لو لحلك لك القيصر فما هو شعورك؟ هو كاظم الساهر طلب مني قبل عشر سنوات اتصل بي سكرتيره منذر قال أه ابو وسام يريد اغنيه هكذا بالحرف الواحد ترجع مجد اغانيه القديمه يعني فانا يعني لم اكتب اغنيه وانما ارسلت له قصائد من ديواني ولم يلحنها ماذا ارسلت أه والله يمكن قميص لزليخه اللي قراتها في امير الشعراء احدى القصائد الحقيقه يعني انا معجب جدا بكاظم الساهر فنان كبير وانا محظوظ جدا لو لحن لي كاظم الساهر المعرفة بالشعر بالنسبة للملحن ليس ترفا، يعني هذا شيء اساسي من من عمل الملحن، لان يعني كما تعرف الاغنية تتكون من ثلاثة عناصر، الكلمة واللحن والاداء. الكلمة هي النبع الاول الذي تنبسس منه الاغنية لتصل الى كل الناس، هي الشرارة الاولى التي يشتعل بعدها الحريق في هشيم الجماهير ويبقى لمدة طويلة. كان عبد الوهاب يقول انا اهتم بتلحين الفصحى اكثر من العاميه، لان قصيده العاميه قد تنجح في وقتها، ولكن الفصحى تبقى مده اطول. اذا انت ترى في الشعر معادله رياضيه. يعني هو ليس معادله رياضيه، وانما هناك اساسيات يجب ان يعرفها المتلقي ليستطيع ان يتلقى الشعر. يعني مثلا نحن نتذوق الطعام، التنا في التذوق هو اللسان. في مستلمات للحامض وال وال والحلو والمر في جانبيه وللعفل للعفو للمر في نهايته وتتحول رسالة كيميائية تنقل إلى الدم الدماغ وأي خطأ في هذه المستلمات وفي العصب الناقل ينتج خللا في التذوق الشعر أيضا يعني هو أيضا تذوق الشعر يحتاج إلى الآلة والعروض هو جزء أساسي من هذه الآلة من هذه المستلمات. ولهذا هؤلاء الذين لا يعرفون أن يكتبوا شعرا موزونا ويكتبون قصيدة النثر يقعون في هذا المطب هم لا لا يكتبون شعرا وهم يتوهمون أنهم يكتبونه إحنا تلاقينا عام 2019 نعم كم ديوانا كان لك في ذاك الزمان؟ كان لي ديوان واحد اللي هو اللي هو ذاكرة الملك المخلوع واليوم لدي أربعة دواوين هي غزل في امرأة تجاوزت الأربعين ورسالة من قابيل وظلال من الشجرة التي اقتلعت ولا زال لدي دواوين وتنتظر الطبع ولكنني كسول في طبع نتاجاتي وأرى أن مهمة الشاعر أن يكتب شعرا لا أن يجمع شعره في دواوين امرأة تجاوزت الأربعين نعم هل هي رأيتها رأي العين أم هكذا من نسج الخيال هي القصيدة يعني آه عناصر تكوين القصيدة شيء من الواقع وشيء من الخيال يمتزجان ليصبح شيئا لا هو بالواقع ولا هو بالخيال كيانا مستقلا اسمه القصيدة أو العمل الفني أنت تعرف رجل اسمه خرافة نعم كان من بني عذرة أي نعم تخاطفته نعم. الجن فعاد إلى قومه فروى لهم ما رأى نعم فقالوا لقد جن الرجل أو هذا حديث خرافة يا أم عمرو حديث خرافة يا أم الأردنيين يقولون خرفنا خريف خرفنا من شعرك فيه أسطورة أي آه. عندي هاي القصيده دكتور داويت فارتاب الحمام جراحه ورميت فارتبك القضاء قداحه اطلعت والشمس النؤوم ضحا ترى في الليل كابوس الظلام صباحه اعلنته والديك لم يخلق ولم يسمع مصيخ في الزمان صياحه وطفقت أكسو بالخوافي من ضميري والقوادم من رؤايا جناحه فسمع تزور العاشقين طيوفه ويرى الطغاة بنومهم أشباحه أنا من برأت الشعر طيرا صادحا وأشعت في كل العصور صداحه أنسيت ما حفظته منه رواته وأربت في تفسيره شراحه وملات للاتين بالخمر التي قد عتقت من ادم اقداحه واخذت من نطف الالى لم يخلقوا عهدا يميلوا ان تساقوا راحه حتى اذا الطوفان القى رحله ببحوره وطغى فجاز بطاحه انشات فلكا من حنين غواته وجمعت من أحلامهم ألواحه فمضى بهم يجري بموج كالجبال كبحت حين طغى العباب جماحه كم عاصف جد احتملت مهبه لم يحتمل قبل السفين مزاحه كم مارد في قمقم أطلقت من ظلمات آلاف السنين سراحه والموت يكمن في الهدير ملثما ويسوق في كل الجهات رياحه معصوبه العينين يعمه عصفها ان يستبين من الغدو رواحه كم خضت في لج تغور قعره ما خاض قبلي راكب ضحضاحه والبرق ذئب والنجوم ثعالب والرعد كلب لا يكف نباحه فليدر من ركبوا بحور الشعر ان الفلك بعدي لم يجد ملاحه وليعلموا ان الملاحه عطلت فيها والقى ذو السلاح سلاحه اقفلت باب الشعر بعد قصيدتي اقفلت باب الشعر دون من ادعوا اقفلت باب الشعر دون بحوره ورميت في امواجها مفتاحه اذا انت اخر الشعراء العظام؟ اتوقع هذا عندما كنت في زمن كتابه القصيده اها واذا امامك جمهور شاسع من المحيط الى الخليج انا اتمنى يعني مرات اقول ان اقرا في قاعه تتسع للبشر جميعا منذ ادم حتى اخر جنين يدرك الساعة أي هذه الخرافة إذا نعم وتصفيق يمتد حتى تصيح الساعة <applause> وهذه أسطورة ولن تتحقق ولكنها حلم <applause> إذا نحن في الأوجاع الأخيرة نعم. دكتور وليد السراف بماذا تشعر الآن وأريدها شعرا أنا أمشي على أرض من الذهب أنا السني والشيعي والكردي والعربي ومن تحتي جرى نهران من عسل ومن حولي جنان النخل والعنب ومن فوق السماء أدنت برفق الأم أثداء من السحب فما لي عشت كل العمر في ظمأ وفي سغب وما لي أخي على الغدران أزحمه ويزحمني وأجرحه ويجرحني وأذبحه ويذبحني بلا سبب وما للأرض مقبرة غدت لقتلانا الذين على الذي قد أنبتته هم قد اختلفوا وما قد أنبتته فاض عن أربي أنا علمت كل الناس كيف قراءة الكتب ضيائي أرق الظلم فما للطائفية نصلها غدرا يمزقني أنا الفرد الذي لا يقبل القسمة إلى السني والشيعي والكردي والعربي جميل شكرا لك دكتور وليد أنرتنا ويبدو أن هذا الحوار سيكون له صدى كما كان الحوار الأول نعم نعم إن شاء الله والله هو الحوار الأول قصيدة حدباء لا تقنطي دكتور إذا اتسع الوقت خطة مع الذهب نعم يعني قصيدة بعد أن ألقيتها في أطراف الحديث معك ألقاها طلاب في مدارسهم في مدارس عراقية وعربية في فلسطين وفي المغرب العربي ولحنها ملحنون ورسمها فنانون تشكيليون وقدمها فارس الماشطة في هولندا ودكتور قصي رئيس جامعة الموصل كتبت على جلد حفرها الفنان عماد الحايك وعلقها دكتور قصي في مدخل جامعة الموصل في الرئاسة ودكتور مزاحم الخياط أيضا عرضها في مؤتمر المدن المنكوبة في هولندا وقدمت برؤية فوتوغرافية ويعني حتى ما زال الناس في الموصل أحيانا أسير يستوقفونني ويقرؤون لي أبياتا منها بعد ان القيتها والقيتها في عواصم عربيه عديده بعد ذلك في سلطنه عمان وفي عمان وفي اربد وطلبت مني سيده ليبيه ان ابدا بها امسيتي وانا حائر لا اعرف بماذا ابدا في طرابلس هذا كله بعد ان القيتها في اطراف الحديث شكرا لك دكتور وليد الصراف بل الشكر كله لك دكتور وننتظر اذا ضجه اخرى وكبرى من المحيط الى الخليج والى هنا سكن الحديث ولم تزل للذكريات بقيه وبقاء هذا حيد الانصار يحييكم ودائما نلتقي لنرتقي انتظرونا